هربت من أسماء كبيرة عشان صوتي بيشبه صوت شيرين. نعم أم لا؟ مش عارف بصراحة. إحساسك إيه؟ أنا إحساسي إنه أنا يمكن عشان أنا مقدرش أعمل كده فمستحيل يكون في حد بيعمل كده. ها، ولكن متوقع إنه يحصل فيا كده لأنه هي مافيا المجال، بشوفه كده بصراحة. بيخافوا، كل واحد خايف وحاسس إنه الكرسي ده ما ينفعش يبقى فيه منه تاني. طب وليه؟ ما احنا لازم نكون كتير، ما احنا بشر كتير، فاهمة؟ ليه نحتكر الناس؟ حتى ذوق الناس يبقى علينا احنا بس. بشوفها نرجسية، فيمكن عشان مش فيا فلا يمكن اتخيل انه في حد ممكن يأذيني لدرجة انه يوقعني عشان انا شبهه او عشان انا ما اقدرش اعمل كده. فما تخيلش حد بيعمل كده. فكرت تغيري شوي بطريقة الأداء أو بصوتك أو عشان ما يكونش الشبه للدرجات دي قريب؟ صدقيني احنا مش شبه بعض. انت عارفة انا كنت بتكلم مع حد من الملحنين بقوله انت عارف ايه أكبر حاجة تبرأني من التهمة دي؟ قال لي ايه؟ قلت له أغني دويتو مع شيرين عبد الوهاب عشان الناس تقدر تشوف الفرق. مفيش حل تاني. هل ده هيحصل؟ عمره ما يحصل. عمر ما شيرين عبد الوهاب هتوافق تغني معايا؟ أكيد يعني عمر. ليه عم تقولي أكيد؟ ما فيش حاجة أكيد. والله هتصدقيني أنا بحبها جدا جدا جدا، وبسمع يعني بسمعها لأن الناس بتطلب مني أغانيها. ولكن لو هتسأليني عايز تعملي دويتو مع مين، لا أنا عايز أعمل مع ناس تانية أصلا. يعني أصلا أنا مترجتة على ناس تانية أصلا برا مصر وبرا سمية الوطن العربي. لو سألنا شيرين دلوقتي تعرفي سمية درويش ايه برأيك ممكن تكون اجابتها؟ هتقول لا. وهي تعرف اكيد اكيد. ايه اللي يخليها تقول لا وهي تعرفك؟ هي عارفاني كويس جدا. كلمتك؟ لا. وعرفت ازاي انها تعرفك؟ انا متأكدة انها عارفاني. ازاي؟ وصلوا لك رسائل؟ يس. وصلت لك رسائل؟ اكيد. ضمنها إيه؟ بس هتقول على الهوا ايه ولا تقولك اسمي؟ يعني تيجي تقولي لها شيرين مين غنى البوراح، انت غنيتي البوراح، تقولك لا. طب مين؟ واحده مغموره مش معروفه. الرسائل اللي وصلت لك اتضمنت ايه؟ انه هي بتقول ان انا اصلا دي صوتها وحش جدا، مين دي اللي شابوني بيها يعني. وفي مكان مره كنت بغني في حفله وهي كانت تاني يوم في نفس المكان زمان او بدايه البوراح، و ده اتصور يعني الولد اللي بيركن لي العربيه في الباركينج صورها. انا لولا شفت بعيني ما كنت صدقت. وهي بتقول لهم نزلوا صورتها من جنبي دي، يا اما مش جايه اغني بكره. فهي تعرفني بس بتقول انها ما تعرفنيش، وانا صورتي قد كده يعني. المكان عظيم وصورة شيرين عبد الوهاب 80 متر في 80 متر فجأة جت على الصورة الصغننة بتاعتي بتاعت الواتساب دي ضايقتها. بروفايل. تمام. بحبها جدا، بزعل عليها جدا، وعندي تصالح مع كل الناس والبشر. ليك الحرية المطلقة تغير وتخاف على نفسك وكل حاجة، بس لو بإيدك تحب الخير للغير حبه. طلب منك توقفي الغناء؟ لا الحمد لله ما حدش طلب مني ده، انا اللي بكتئب وبوقف براحتي. انا ما حدش يجرؤ يقول لي كده. لا بس ممكن يبقى في حاجه تانية تخلي تجبرك على الموضوع ده. ممكن يعني يبقى في ناس مثلا ما بتساعدكيش مثلا، او في ناس مش عايزه تعمل معاكي عشان كده قلت لك تجبرك على الموضوع ده، تاخدي القرار ده يعني. بالظبط.